يعني اجمل اغاني رشدي كمان عدويه وايه كمان غنى. بصي هو في الاول طير يا هوا، طير يا هوا طبعا كتير بقى كتير، واشتغل بقى معايا يعني اصبح بالنسبه له يعني. وده ما خلاش عبد الحليم يغير، ما هي دي نقطه الغيره. هي أيوة. الغنوه دي طبعا هي عمل في الاول وهيبه كويس نجحت لعب عظيم. عبد الحق ده كان الممثل، الناس عارفه كممثل، كان ملحن كبير قوي، وكان المفروض المحطه الثانيه عدويه. جاء عبد العظيم كل ما يلحن ما يعرفش ليه بقى، لانه عنده شغاله اسمها عدويه، فيقول ازاي يقول وشغاله وشايفها مش حاسس انها حلوه. والواحد بيقول ضحكتها النهار وهي الفكره انها كانت وحشه، ان في ضحكتها مش النهار ولا حاجه، شغالين بيبقوا حلوين يعني طبعًا، بس دي كانت وحشه سعوديه ضحكتها طلع النهار مفيش. فالمهم ما قال له مش قادر، كان على طول بليغ هو اللي راح له الكلمات. طبعا نجاح غنوه عدويه نجاح صاحب. طاغي صحيح. عبد الحليم بذكاء يشوف إيه الاخرين فخد يغني لحن له ايه بقى؟ سواح كانت دي البدايه. كل ما اقول توبه سواح هي قبل سواح كانت بدايه الدخول للشعبي، سواح ده محمد حمزه. لكن حط في دماغه كمان هناخد مش بس هناخد مش هناخد منك بس بليغ، هناخد كمان عبد الرحمن الابنوسي يعني. انما قرر وده ذكاء عبد الحليم، طالما الناس حبت ده، وكان الخناقات بقى في الصحافه انه مثلا عبد الحليم يقول ايه؟ ما بيرد انا يعني الثاني فلاح، ما ده فلاح برضه، هو عبد الحليم ما كان ده فلاح وده فلاح. فكان عبد الحليم يقول انا معايا عندي مرض كل المصريين بيعانوا منه، البلهارسيا، فانا مصري وشعب. والثاني يقول انا اغني للمصريين. حدثت خناقه بين كل واحد يقول انا ده مصر، انما في الاخر اللي استفدنا احنا طبعا. رشدي عمل اغاني حلوه، وعبد الحليم عمل اغاني حلوه عزيز. وبليغ طبعًا. اشتغل مع الاثنين طبعا في فتره ما كان نوع من الاحتكار يعني، عشان كده تلاقي مثلا حلمي بكر دخل في المنطقه اللي هو عمل فيها عرباوي، حسن يا مغنواتي لرشدي، عشان رشدي حس وانا هموت من غير بليغ ومن غير من غير الابنودي، دخل حلمي بكر فعمل حلمي بكر، وحسن ابو عثمان هو اللي كاتب الكلام. يعني عايز اقول في النهايه حتى هذا النوع من الصراع انك انت تاخد الاجمل، والاجمل كان عند رشدي، احنا في الاخر استفدنا.